هذا الفيديو تعتبر دليل لاستعمال البوابة أو الموقع covid19.sns.ma. كيفاش يمكن لنا ندخلوا للبوابة أو الموقع covid19.sns.ma؟ المسألة بسيطة، نكتبوا covid19.sns.ma في لابار دو ريشيرش. إلى المقاولة عند حساب في دامنكم، تندخلوا اسم المستخدم، اللوغين وكلمة المرور الخاصين بدامنكم. وإلى ما كانش عند المقاولة حساب دامنكم، تخصي تفتح حساب جديد على هذه البوابة. تندخلوا رقم الانخراط، نيميرو دافيلياسيون، الإيميل ورقم الهاتف. ومن أجل تأمين عملية التسجيل، تندخلوا رقم التسجيل الخاص بالمؤمن له لاسيغي اللي غادي تطلب منا. من بعد هذه العملية غادي نتوصلوا عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور. تندخلوا اسم المستخدم الجديد اللي مكلف بالدخول لفضاء تتبع التصريح بالتوقف المؤقت للأجراء سويفي دي ديكلاراسيون داغي تومبوغير دي سالاري. باش نقوموا بالتصريح بالتوقف المؤقت للأجراء، تنكليكيو على لاتوش تصريح جديد Nouvelle déclaration. كيفاش يمكن لنا نقوموا باصدار قائمه الاجراء اللي مصرحين بهم برسم شهر فبراير 2020؟ تنكليكيو على توش بحث ريشيرش باش تبان لنا قائمه الاجراء اللي مصرحين بهم، وتبانوا لنا كذلك خانات كروات صغار تنكوشيو اللي تهمنا منهم، اي المستخدمين اللي متوقفين مؤقتا عن العمل. تصريح بالشرف، المشغل تيخصو يدلي بواحد التصريح بالشرف تأكد باللي بالفعل المستخدمين المعنيين موقفين مؤقتا على العمل. باش نكملوا عملية التصريح، تنكليكيو على الزر تأكيد فاليدي.